شوف انا شايف والد ريال ومامتها هم عايشين معاها الحكايه، يعني عايشين معاها اللعبه من وهي من 10 سنين، وهي عندها 10 سنين بيشجعوا باسره مصريه بكل ما تعنيه كلمه اسره مصريه. فهي الفكره مش الدوله بس، مش برضه مش البطل بس المرشح او المحتمل، لا هي منظومه على بعضها، المجتمع والاعلام. انا سعيد جدا جدا انك انت تجيب فريال وتجيب الاسره والناس تسمع وتشوف ان هم ناس يعني عاديين زينا، يعني مش من كوكب تاني ولا حاجه، عيله مصريه عملوا بسم الله ما شاء الله مع بنتهم. شفت الصوره بتاعت الفيلم بتاعهم وهم في البيت؟ ايوه بيشجعوا زي بيت اي بيت مصري. صح، يعني مش ناس يعني ارجو ان الكلمه دي ما تبقاش، يعني ناس زينا يعني زي ايوه زي اسرتي انا، يعني بيت مصري زي اسرنا جميعا يا فندم. اه كده يعني. فانا عايز اقول قدروا بنتهم باحتضانهم ليها برعايتهم ليها بتشجيعهم بدعوات مامتها. مامتها كانت حاطه ايديها على قلبها على طول اثناء الماتش، يعني ربنا بقى بيجبر الخواطر وبيقلل الجهد اللي هم عملوه بالحاجه الجميله ديت بالنجاح العظيم دوت.